صحيفة السوداني ومنها نقرأ إصابة سادسة بكورونا، تعديل ساعات حظر التجوال. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل الحالة السادسة للإصابة بفيروس كورونا. كان قد وصل المريض إلى السودان قادما من الإمارات في 11 من مارس، وما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وقد تم تطبيق إجراءات لمتابعة مخالط المريض. أعلن وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح عن تعديل ساعات حظر التجوال لتبدأ من الساعة السادسة مساء بدلا من الثامنة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. للتعقيب على هذا الخبر أستاذ خالد، قد أعلنت وزارة الصحة وفاة هذه الحالة السادسة، تعليقك بشكل عام على الحالة السادسة والظروف التي لازمت هذه الحالة؟ الحاجة نترحم على روح الفريد ونعزي أسرته، نتمنى الشفاء لكل المصابين بفيروس الكورونا أو في حالة الناس اللي في حالة اشتباه وفحص وكده. أنا أفتكر الأكبر إشكاليات موجودة يعني بتواجه موضوع الكورونا في السودان هو موضوع الوقاية، هو عدم وجود وعي شعبي كامل بخطورة المرض وضرورة التعامل معه وش الوقاية منه. هذه الشهادات بتاعت الوقاية يتم الالتزام بها، الشفافية في التبليغ للأجهزة الصحية، عدم التعامل معه باعتباره وصمة اجتماعية لأنه مرتبط بالعزل، هو مرض عادي من مثل بقية الأمراض، وهو مسبب أكبر كارثة إنسانية في الوقت الحالي على مستوى العالم. فمحتاج الناس محتاجين بذل مجهود أكبر في توعية المواطنين، إذا كان من جانب الدولة أجهزة الإعلام الرسمية، أجهزة الإعلام الخاصة، المجتمع المدني، كل الناس اللي عندهم مقدرة على التوعية في كل المستويات الرسمية والمجتمع المدني والشعبية. لأنه أكبر مشكلة مواجهانا الآن غير ضعف البنية التحتية بتاعت الصحة في السودان هو الاختلال الكبير في الوعي في التعامل معه في الوقاية منه. لا حتى الآن في درجة كبيرة بتاعت استهتار به السودان اللي الآن لدرجة كبيرة بارسه يعني غدر كبير من الاختلاط الاجتماعي رغم حساسية الوضع. الأسر والأفراد برغم مرات بيكونوا متعلمين لكن بيتعاملوا مع الموضوع كوصمة اجتماعية يحاولوا يخفيه. الوصمة الاجتماعية دي شباب شنو أساس؟ الموضوع مرتبط بموضوع العزل الاجتماعي، يعني قصة إنه الأسرة تكون معزولة، الناس ما يختلطوا بها لأنها عندها كورونا، فدي حساسية الاجتماعية في المجتمع السوداني عالية، ما في يعني الأسر بتهرب من موضوع إنها الناس يبعدوا منا برغم انه دي حاجه صحيه وطبيه ومؤقته، بس محتاجه لجهد كبير، يعني جهد كبير على كل المستويات للتوعيه، لانه عدم التعامل مع الوقايه من المرض بصوره جيده، اخفاء معلومات حول الاصابه ونكرانه ممكن يؤدي لكارثه في السودان، يؤدي لمزيد من حالات الوفاه لو سمح الله، مزيد من حالات الاصابه، وده بيفقد السودان أرواح عزيزة، بيفقد الاقتصاد السوداني، بيفقد المجتمع السوداني، وبكون عبء أيضا على الإضافة على النظام الصحي الأصلا متهالك في السودان. فالمسألة دي محتاجة لحزم كبيرة بتاعت وعي بدرجة واسعة، ما مجرد بس الحكومة، لا المجتمع والمجتمع المدني والإعلام الرسمي والإعلام الشعبي وسائل التواصل الاجتماعي حتى غادة الرأي في المجتمع، يعني إذا كان على كل الأصعدة القيادات المحلية تحت المكونات المحلية في المجتمع كله لابد يكون في توعية بشكل كبير، وموضوع أصلا ما مرتبط بوصمة اجتماعية، هو مرض عادي والعدوى فيه بتنتقل، وحس في أكثر من نصف مليون مصاب في العالم، يعني وغريب 3 مليار في العالم، نصف سكان العالم على لون جراءات بتاعت حظر أو إغلاق جزئي أو كامل. يعني إخفاء معلومات، ربما أيضا إخفاء هذه المعلومات جعل الطاقم الطبي حتى الآن هو في الحجر الصحي، وربما يتضرر أيضا هذا الطاقم الطبي في ظل ندرة في الطاقم الطبي. كيف نرفع درجة الوعي بأن هذا الطاقم الطبي هو في خدمتنا ويجب أن ننتبه لسلامتهم خاصة في هذه الندرة وفي هذه الظروف الاستثنائية؟ نفتكر أول حاجة لابد من تحية وإجلال للعاملين في القطاع الصحي في السودان بأنه بيعملوا في الوضع الطبيعي من دون جائحة الكورونا، بيعملوا في ظروف صعبة جداً، في نقص كبير في كل المعدات وشبه انهيار أو تدهور كبير في النظام الصحي بشكل عام، ونقص في التمويل وفي المعدات وفي التدريب وفي التأهيل وفي الأعداد ذاتها بتاعت الكادر الصحي، وبعد كده حتى في معينات العمل، حتى في
رواتب وامتيازات ضعيفة جدا مقارنة بأي دولة يمكن في الإقليم، معظم دول الإقليم، فبيعملوا في ظروف ضاغطة. الآن جاء الكورونا بقى الظروف أكثر من ضاغطة، وممكن يعرضوا حياتهم وحياة أسرهم للخطر، خصوصا أنه حتى الآن ما متوفرة معينات بتاعت وقاية بشكل كامل للعاملين في القطاع الصحي، فبالتالي هم رأس مال معنوي وإنساني ومادي للشعب السوداني يجب تحييته ويجب الاستثمار فيه، وعلى كل الاستثمار بتحسين أوضاعه، الاستثمار بتحسين أوضاع القطاع الصحي، وبالتالي أي إخفاء لمعلومات أو إنكار للقطاع الصحي للأطباء والمساعدين له ممكن تعرض حياتهم هم ذاتهم للخطر وحياة أسرهم، فدي فيها خسائر إنسانية لون، وفيهم خسائر موارد هي بيشكلوا مورد كبير للدولة السودانية، غير إنهم الطابع الإنساني لون هون ولأسرهم وهميتهم الإنسانية برضو هميتهم بالنسبة، وخاصة أنهم الصمام الأول لجائحة كورونا نفسه، خاصة ونحن يعني الصمام الأول لصحة المواطن السوداني إذا كان من الكورونا ومن غيره، ونحن بنعاني من نقص كبير جدا في الكادر الصحي من ناحية العدد ومن ناحية التأهيل، فبالتالي هون جزء من الرأسمال الوطني للسودان يجب المحافظة عليه، ويجب مزيد من الوعي، ويجب المزيد من التقدير لون، ويجب ولا بد إنه الدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال يكون عندهم دور أكبر ودور حقيقي في دعم القطاع الصحي في السودان في الظرف الحالي في كل المستويات، ودعم التوعية الصحية بأخطار الكورونا وكيفية تجنبه، وده دور بتاع الدولة، دور بتاع رجال الأعمال، دور بتاع المجتمع المدني، دور كل القطاعات الحية في المجتمع السوداني، وفي النهاية لابد من تحية القطاع الصحي بأنه يشتغلوا في ظروف أقرب إنها ظروف فدائية في كل الأوضاع دي، يكون هم لسه ثابتين وبيشتغلوا بعرضوا حياتهم للخطر، نقص في الإمكانيات بشكل كبير، ونقص حتى في العائد المادي والمعنوي بالنسبة لهم، حتى في مرات بيتعرضوا لضغوطات وإهانات من بعض حتى من بعض الجهات بيمثلوا أفراد لكن بيمثلوا جهات رسمية. نعم، الجزء الثاني من الخبر تحدث عن زيادة حظر التجوال بدلا من الساعة 8 مساء إلى 6 مساء غدا إن شاء الله سيبدأ هذا الحظر، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ هي مزيد من الخطوات التحوطية بقدر الإمكان تجنب الناس عملية الاختلاط، ودي يمكن بروتوكول للتعامل مع العديد من الوبائيات، وده ما معمول به في عدد كبير من دول العالم، إذا كان حظر تجوال جزئي أو حظر تجوال كامل إغلاق كامل، وعندنا أمثلة بتاع الدول كبيرة ومتقدمة إمكانيات أكبر من السودان بكثير، إمكانيات الصحية والمادية والاقتصادية والتوعوية، وبعد ده أخذت إجراءات نفس الإجراء ده أو إجراءات أكثر تشددا في منع الناس من الحركة، لأنه ده جزء من أشكال الوقاية. هنا في السودان عندنا بس مشكلة اقتصادية بالذات في المدن، إنه عدد كبير من الموجودين هم بيعيشوا رزق اليوم باليوم، فممكن يكون تضررهم من حالة الإغلاق الكامل، دي دائرة معالجات اقتصادية ومعالجات اجتماعية منضبطة من بال الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال والخيرين في السودان، لكن لابد أن تتم بصورة منظمة، لأنه إذا زادت الحالات حنضطر نمشي للإغلاق الكامل والحظر الكامل، لكن لابد من معالجات على مستوى إنه الناس دي يكون عندهم بدائل عشان ما يموتوا برضو بالجوع، وحتى على مستوى الخدمات بحيث إنه عندنا مشاكل بتاعة خبز، مشاكل بتاعة يعني تنظيم مجال الخدمات عشان ما يكون الكارثة تؤدي لإنه الناس ما يلتزموا يضطروا يطلعوا أو يضطروا يتضرروا تضرر شديد، يعني لابد توفر خدمات الخبز، الأدوية، المستشفيات، الخدمات بتاعة الكهرباء، الموية، المستشفيات، الأمن، دي لابد تكون ترتيب لها قبل ما تدعم الخطوة دي، لجانب الترتيب بتاع الشرائح الضعيفة تكون في معالجات لون وسريعة وبصورة من الحكومة وزي ما قلت لك من المجتمع. نعم، بنظرة كاملة لما حدث حتى اللحظة في وباء كورونا والحالة السادسة وغيرها، حتى كيف تقيم وزارة الصحة وسيطرتها على الموقف حتى اللحظة؟ طبعا هو ممكن نتسهل الحكم بأنه الأداء ضعيف، لكن لما تيجي تقيم أي أداء أي مؤسسة بتقيم بناء على الإمكانيات اللي عندها، الظروف اللي بتتحرك فيها، يعني شروط الواقع. نحن لعقودنا الزمن وزارة الصحة
على أدنى سلم أولويات الحكومات السودانية، تمويلها ضعيف، بنيات التحتية ضعيفة، مستشفيات ضعيفة، الإمكانيات ضعيفة، عدد الكادر الصحي محدود، التأهيل ضعيف، فبالتالي ما ممكن تكون بإمكانيات الضعيفة دي الموجودة عند وزارة الصحة تطالب منها، الناس يطالبوها بأنها تبذل تقوم بخدمات أكبر بإمكانياتها. حتى إذا رأينا أكبر دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية للآن ما قادرة تسيطر على الوباء، هي أكثر دولة عدم الإمكانيات الاقتصادية وأكثر دولة من ناحية انتشار الوباء وعدم القدرة على السيطرة عليه، لكن ده برضو ما بيعفي أنه الوزارة في الإجراءات التحوطية والإجراءات التوعوية والالتزام بالبروتوكولات والالتزام ما تقوم به مفروض منها مفروض أنها تقوم بمجهود أكبر. زي ما قلت لك ما يحدث الآن ده ما دور وزارة الصحة، ده دور الحكومة بشكل كامل بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية ودور المجتمع بكل قطاعاته الحية، لأنه الكورونا هي أكبر من إمكانيات وزارة الصحة، أكبر من إمكانيات الحكومة السودانية، ونحن دولة فقيرة وضعيفة الإمكانيات، لازم نكون عارفين الكلام ده عشان ما نحكم على حاجة بدون زي ما قلت بدون معرفة شروط الواقع، لكن ده دور بتاع حكومة والدولة بشكل كامل ودور بتاع المجتمع بشكل كامل، ونتمنى إنه تتضافر كل الجهود للخروج من الأزمة دي بأقل قدر من الخسائر، ونسأل الله اللطف أيضا. اللهم آمين.